أنا وأحمد الفوكر لينا الشرف، شخصياتنا ليها معنى وليها غرض، مش بنرايم اسمه كلمة ده مش فرح، شخصياتك زي بعض زي الخرف، جيت عالجد وعالجدون فانت عملت الهبل ونفضل قدم حاجة وقعت تغفل يوسف في الشام وزميلي بالحي يرميكوا من فوق أرض الحي بتاعنا شوك بنطق حي يجيني فوق خلي منكوا حي متمسكش زي الهوا فتح كدفين وسوا، انت شفت ناس بتعمل عوا مش بتعمل عوا زي في التاريخ ويجيك العوا كان اديك الدوا لما الراب وريته الورق الاخضر كان في جيب استوى الخط بعيد لما ارجع اشوف يكون وعدته لو بتنافس كان كتير من جيلي فضلوا يجي يشوط اصفر يسال ليه بصيتله تطلب اما تطلب اجيب واقول بين الواقع والخيال في خط شد لو في وعيه كان لعب معاه اللي قد صعب تفهم العبيط يقف بحد لو نضيف كانوا العيال خدهم عد عيال حطاطة دلوقتي بيسندوا فاكريننا بتوع بطاطا ما نترضاش لو جبتوا لنا عشان نتراضى كل دول من وحي الفرد أقسام مفيش عمالقة لفرنجي مسمعوش ومش شايف عرب وقفرد لو لرمنوا بلرفضها زي سرد كلام كبير كأنه أنا بفرد مقرد في الإعلان وشركة شكلك إما دايتني في تجيب لي شركة وإنت تحت نوب ما حطوش لو حفي أنا لو مقلق كان الجوز يكون موقفي إنت دخانة سيبك تطلع فتختفي وإنت عارف سعر إسقي لما أحب بدكو نقي واحدة من بتوع زمان على بتات دلوقتي عقلك مهوي بتاع محتوى لا يحتوي إنت حاطط سقف ضحك عالي قوي بين الواقع والخيال في خط شد لو في وعيه كان لعب مع اللي قد صعب تفهم العبيط يقف بحد لو نضيف كانوا العيال خدهم معد العبيط يقف بحد لو نضيف كانوا العيال خدهم عدل